الإرشاد وبرنامجكم بالأخص للاستضافات في قطاع العمل. موضوعنا اليوم هو اليوم العالمي للمساواة بين الجنسين. أنا أعتقد في الحكومة الفلسطينية الحالية حققت إنجاز مهم بقيادة وزارة العمل من خلال رفع الحد الأدنى للأجور قبل أسابيع ما تم الإعلان عنه ب 1880 شيكل، وقبل ذلك كان 1450. لكن المساواة نعم كما تفضلت 23% متواجدة على الصعيد العالمي. الأمم المتحدة في تصريح يعني خطير لها تقول بأن تكافؤ الفرص الاقتصادية إذا ما بدأنا بهذه الوتيرة العالمية نحن بحاجة إلى 275 عام حتى نجد التساوي ما بين الرجل والمرأة في التكافؤ الاقتصادي. فلسطينياً نحن الآن في عديد من القطاعات وضمن الدراسة الأخيرة لمعهد ماس الذي يقول بأن المعدل العام للأجور للذكور 85 شيكل للذكور و56 شيكل للإناث. ماذا على القطاعات الذي تحدثنا به؟ نجد بأن القطاع الخاص الفلسطيني 84 شيكل للذكور و62 شيكل في فجوة بهذا الجانب. الساعقة بأن هذه الدراسة تقول أيضا المنظمات غير الحكومية والدولية تطبق 200 شيكل للذكور و150 شيكل للإناث في فجوة عالية. ماذا عن القطاع العام؟ نحن كقطاع عام وحسب الدراسة يعني لا يوجد شيكلين، يعني 111 إلى 109 لا يذكر هذا الرقم مقارنة مع مؤسسات ودول أخرى. هذه الأرقام نعم هي خطيرة، نتعامل معها بجدية عالية في وزارة العمل. معالي وزير العمل دكتور نصري أبو جيش الآن يشكل في كيفية تطبيق لجان لرفع الحد الأدنى للأجور من خلال الحوار الاجتماعي ولجنة الأجور المكونة من النقابات من القطاع الخاص والحكومة، وهناك بدأت وضع مسودة أولية من أجل نقاشها في كيفية تطبيقها، إما من خلال أيضا الإرشاد والتوعية، هذا جزء أساسي مثل هذه اللقاءات والمناسبات الدولية. ثانيا العمل الميداني من خلال الإدارة العامة للتفتيش، زملائي في كافة الميادين وأيضا النقابات والقطاع الخاص كل حسب اختصاصه. الآن اللجنة ستبدأ العمل في على أرض الواقع. نتمنى من الجميع أن يتعاون في هذا الجانب لما له مصلحة على العدالة الاجتماعية وخصوصا للسيدات والفتيات. وماذا عن السيدات والفتيات من أشخاص ذوي الإعاقة وأيضا التمييز في هذا الجانب؟ أيضا نحن في وزارة العمل وبكل فخر من خلال زملائي في الإدارات المختلفة وصندوق التشغيل الفلسطيني وضعنا التمييز الإيجابي في العديد من المشاريع. على سبيل المثال تكافؤ بالفرص كاش فور وورك مع العمل المال مقابل العمل من خلال البنك الدولي لتوظيف ما يقارب 3000 عاطل عاطلة عن العمل بالمساواة. يعني الآن في مساواة، ما في أرقام مميزة، والحد الأدنى للأجور الذي سيطبق بهذا الجانب. أيضا عن المشاريع هناك امتياز إيجابي للنساء الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا وضعنا الموضوع ليس فقط فجوات مالية وأيضا ماذا عن التشغيل. التقرير الذي عرضته زميلي قبل قليل في الموضوع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدة هذا جزء أساسي في كيفية دعم مثل هذه المشاريع وتطويرها من أجل تشغيل أيدي عاملة أخريات معهن. نعم أستاذ رامي، بنتحدث على جانب مهم جدا ما بين موضوع المساواة في أمور تشغيلية أخرى، يعني بنحكي في الوظيفة الفجوة يمكن ما لكهاش كبيرة وممكن تختلف بين شهادة ومسمى إداري أو مواصلات بالفرق، ولكن في الأمور التشغيلية زي المصانع زي محل الملابس يعني نشوف الشاب مثلا بياخد راتب بين 1500 إلى 2000 شيكل، أما الفتاة بتاخد 500 إلى 800 شيكل في بعض المحافظات الوطن بعيدا عن رام الله وبيت لحم. ممكن نحكي هذه الفجوة الكارثية اللي أيضا ما بتلمس الحد الأدنى للأجور، كيف ممكن أن يكون في متابعة لها في صرامة أصحاب هذه المحلات وهذه الشركات أو عقوبات إذا لم يطبقوا تحديدا ما بعد كورونا؟ أشكرك على هذا السؤال. ولنبدأ ما نهاية كورونا،
في عام 2019 وجدنا بأن هناك تطبيق الحد الأدنى للأجور عالي، يعني نسبة يعني نتحدث ما بين 90% يقومون بالتطبيق، 10% هي كما تفضلت في قطاعات هي بطبيعة الحال ضعيفة وصغيرة، الحضانات، النسيج، الخدماتية. وللأسف المرأة هي في ظل جائحة كورونا وقبل ذلك هي الأكثر تعرضا للفجوة ما بين الأجور. أولا يتم تطبيق قانون العمل الفلسطيني من خلال الإدارة العامة للتفتيش. هناك كانت رؤية لدينا من قبل وزير العمل قبل جائحة كورونا من خلال إعادة صياغة وقراءة العديد من المواد في داخل قانون العمل، لكن جائحة كورونا قامت بتبطيء هذه العجلة، لكن هناك عمل، وهذا ما تم أيضا من خلال مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي أطلق بشهر أذار برعاية دولة رئيس الوزراء ومشاركة دولية عالية، ووضعنا عدد من النقاط التي يجب البدء فيها وبدأت فيها، وخصوصا إعادة الحوار في مفهوم أدوات الضمان الاجتماعي بدأ الحوار، وأيضا إعادة النظر من جديد لقانون العمل الفلسطيني، وهذا ما تم من خلال اللجان المختلفة من لجان النقابات، القطاع الخاص، اللجنة الوطنية لتشغيل النساء لوضع بعض القضايا الملزمة فيها من خلال اللوائح. أجد بأن القطاع الخدمات المرأة هنا تعاني، وبالتالي هناك زيارات ميدانية يتم فيها من خلال زملائي في العمل، وهناك تم تحويل بعض أصحاب العمل إلى المحاكم، لأن هذا لا يجوز أن يتم إنهاك وانتهاك قانون العمل وخصوصا في الحد الأدنى للأجور، لأن الموضوع ليس فقط أجر، ما بعد الأجر هناك يجب حماية للمرأة، ما بعد على سبيل المثال التقاعد، كيفية الحفاظ على حقوق المرأة، على ضمان المرأة، على العدالة الاجتماعية وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي الفلسطيني. بالتالي جائحة كورونا عندما جاءت هي ضربت على الفئات الضعيفة، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، المناطق المهمشة في هذا الجانب. نعم، ذكرت في العالم في نسبة مختلفة بين خلينا نقول القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يتعلق بالمساواة بالأجور. فلسطينيا يعني كيف بتقيموا الوضع بالذات إذا كان مختلف بين المحافظات المختلفة؟ يعني إحنا المحافظات الكبيرة رام الله بيت لحم الأعمال فيها خلينا نقول منتعشة بغض النظر خاصة أم صغيرة أم كبيرة، ولكن أيضا في باقي المحافظات على الصعيد الدولي لأبدأ في الجزئية التي تفضلت فيها، نعم هناك اختلاف ما بين البلدان والأقطار العربية بالتحديد، هناك الدول الريعية، هناك الدول النفطية، وهناك الواقع الأساسي في قراءة مختلفة في هذا الجانب، لكن تطبيق القوانين الدولية من خلال عدم التمييز، وهذا جزء منه تمييز فيها من العديد من الاتفاقيات الدولية وخصوصا في حقوق الإنسان، المواد المختلفة التي يجب فيها المساواة. نأتي على الصعيد الفلسطيني، نعم أتفق كليا مع حضرتك بأن هناك محافظات للأسف واضحة هناك لا يطبقون الحد الأدنى للأجور وخصوصا في بعض القضايا السكرتارية والخدمات، وهناك حملة متخصصة نقوم بها في وزارة العمل في هذا الجانب. أيضا نجد بأن هناك انتهاكات فيما بعد موضوع المساواة في الحقوق الأخرى، على سبيل المثال إجازة الأمومة يجب أن يتم تطبيقها، القوانين المختلفة الصحية، الرعاية، العديد من المواضيع. لكن في وزارة العمل، وهي دعوة لمن يشاهدنا، في أي انتهاك كان للعاملات والفتيات والسيدات توجه إلينا، هناك سرية كاملة، الاتصال، الاستفسار. بس تحديدا هذا الموضوع في ظل أزمة كورونا شاهدنا كثير من الناس اللي تقدموا لكم يعني العديد من البلاغات، خصيصا بما يتعلق بالعقود الشهرية التي كانت توقع ببعض أنه يحاول أنه يلاقي ثغرة في القانون أو ثغرة هنا أو هناك. إجازة الأمومة في بعض المدارس تعطى فقط لشهر واحد وممكن تختارها بالصيف بدل عطلة الصيف، في بعض الأشياء اللي لها علاقة ما بين التربية والتعليم أو حتى وزارة التنمية الاجتماعية وأيضا وزارة العمل اللي بيكون مثلا بعض المهن يعني ممكن نقول الأعمال المهنية. أخطر شيء في جائحة كورونا لمسناه هو بأن هناك عدم وضوح ورؤى في مفاهيم قانون العمل الفلسطيني، هذه قضية سواء من العمال سواء من أصحاب العمل وبعض المؤسسات
يعني في هذا حاجة الناس الوظيفة بتوافق على أي عقد. بالتالي هي هذه من النقاط التنموية التي تحدثت بها أجندة 2030 بأن عدم المساواة وأسبابها الفقر، الحاجة كما تفضلت، وقلة الفرص أيضاً. بالضبط، وهذا في الرضا بالقليل مقابل أنه ما لكن يجب علينا عدم الرضا والتوجه إلى والاستفسار على الحقوق، حقوق مختلفة وفرها قانون العمل. أيضا هناك تعاون مباشر، فتحنا خطوط في وزارة العمل مجانية للعديد من الاستفسارات المختلفة، يجوز الحد الأدنى، نصف الراتب، كل الراتب، العمل داخل المنزل، العمل في المنزل، العديد من القضايا التي برزت. لكن التوجه إلى مديريات العمل أو الاتصال على رقم مجاني 127 أو يعني، وهي خدمات نقدمها لوزارة العمل مجانية، يعني البعض يقول يعني أنها مدفوعة، لا، هذه خدمات مجانية. نشعر بالفخر بأن هناك كادر يمتلك مفاهيم جديدة في كيفية التعاطي والتواصل، وهي دعوة أيضا للنقابات وأصحاب العمل لإعادة صياغة الرؤى الجديدة ما بعد جائحة كورونا. جميل. وهذا ما نجحت فيه وزارة العمل في مؤتمر الحوار الاجتماعي. يكون في تشجيع وتوجه لكم لحتى تتخلص من هذه المشاكل. أكيد كل الشكر لك سيد رامي مهداوي المتحدث باسم وزارة العمل. شكرا. شكرا لكم. ومشاهدينا نختتم مشوارنا الصباحي بالخروب وموسم الخروب مع الزميلة أمنة بذالو في جنين. صباح أصالة التراث وعبق الماضي. اليوم صباحنا مشاهدينا من قرية الهاشمية التي تقع إلى الغرب من مدينة جنين، لنتحدث عن صناعة الخروب وعملية طبخ الخروب، الصناعة التي ما زال تحضيرها حيا في عقول سكانها وقلوبهم، والتي تعتبر من أشهر العادات المشهورة في القرية. في هذا الوقت تحديدا مشاهدينا من كل عام، وإثناء قدومك إلى قرية الهاشمية، تستنشق رائحة رب الخروب التي تنبعث في جميع أرجاء القرية. وبتجلى في هذا الموسم حكايات من الخروب حضرناها معكم اليوم، وشو بيحمل الخروب من خيرات طبيعية بيستغلها قليل من المزارعين المحافظين على الأرث الزراعي. لهيك اليوم إحنا متواجدين بين هالعيلة الجميلة الأصيلة اللي لساتها متمسكة بعاداتها وتقاليدها، لا تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين.